ايزي ماني ايزي ماني الحياه بقى طعمها هاني. اختبار للنجم محمد ممدوح في فيلم بنك الحظ. السؤال الاول، كنت ماسك في ايدك وش ايه على البوستر؟ وش البقره. صح. وش تاني؟ كان اسمك ايه في الفيلم ومحمد ثروت كان اسمه ايه في الفيلم؟ انا صالح وثروت زئره. طبعا زئره. لا ما اقدرش انسى زئره. قلت له وبس. زئره رايح زئره جاي شبح. عملتوا القنبله من ايه في الفيلم؟ من بطاطس. بطاطس وبولينج، كور بولينج، واي فتي بقى من اللي كانوا عاملين بيرموا حاجات كانوا هيجننوني في المشهد ده. كمل الجمله من اغنيه الفيلم ايزي ماني ايزي ماني الحياه بقى طعمها هاني. الطحينه بقى طعمها هاني. والله اوكي. الراجل اللي كان عايز ياخد قرض عشان يفتح محل حلواني كان هيفتحه في منطقة ايه؟ لا دي اسئلة مركبة. ايه الاسئلة دي؟ في منطقة ايه؟ ايه ده؟ انا ممكن حد يقول لي سكريبت. طيب يجيب لي سكريبت الكلام. احمد الجندي اساله فيها دي. هي في الجيزة. فيصل؟ طوابق؟ عنده وزارة الزراعة كده. الجامعة؟ ايه؟ بعد البحوث. الدقي. يا لهوي. نفس الراجل بقى اللي كان فاتح محل المخبوزات وبياخد قرض ده. الراجل ده كان هيسمي محل المخبوزات ايه؟ مخبوزات نجوى. حضرتك اكيد اكيد يعني عملت دراسه نجوى عن الموضوع. عشان اسم المنطقه. لما كنت بتطلب مسابقه الحلم عشان تكسب سألت والدتك على ايه وقلت لها لسه في التلاجة ولا خلص؟ جيلي بالموز باين. صح. جيلي بالموز. صح. والنبي ما في التلاجة الا دمك يا بعيد. العربية اللي كنتوا هتعملوا بيها عملية سرقة البنك كانت عربية مين؟ وابو اكرم حسني كان شاريها من مين؟ كانت عربية عمورة، وكان وهي عربية سامية جمال، كان اسمها سامية جمال. العربية دي تحديدا مش هينفع نلمسها ولا نيجي ناحيتها، لانها لو خدت خربوش ولا جه عليها ذره تراب هتطير فيها رقبتي. نهار اسود على الغباوه. المبلغ اللي كان في البنك في اليوم اللي قررتوا تسرقوه كان قد ايه؟ كان كام؟ 4 مليون جنيه بقى. لا المجموع ده كان 15 حاجه كده. 15 مليون جنيه. 15 مليون جنيه. يا نهار اسود ومنجل. 15 مليون جنيه. اسمه ايه تاجر السلاح اللي كنتوا رايحين تشتري منه السلاح وقتلته بالغلط؟ تاجر السلاح اللي خدنا منه البضاعه. السلاح المعلم بدير. لا صح. لا شفت. وانت عند المعلم بدير بقى كنت لابس قميص لونه ايه؟ انا بقى مشكله موف باين او صح موف. صح مظبوط. مش المعلم بدير برضك؟ يا نهار اسود انت جاي تشبه هنا. اسكت بقى خالص.